دليل؟ مش نحن أهل السنة والجماعة؟ هل أنا بقول هذا الأمر غير واجب لأن الشيخ الفلاني ما عمل؟ أليست هذه الصوفية؟ مش الصوفية ذاتها؟ الدليل من أين يؤخذ أصلا؟ هذا الرجل ينبغي أن يعلم من أين تؤخذ الأدلة. وقد قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية صحيحة قال: وما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال مجاهد ابن جبر رحمه الله: الرد إلى الله إلى كتاب الله القرآن، والرد إلى الرسول إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، أو قال إلى سنته صلى الله عليه وسلم. الأدلة تؤخذ من القرآن والسنة، ده الدليل. لكن مش الدليل إنه هذا الأمر حرام مثلا، أنا أقول كده لأن فلان لم يفعل، أو حلال لأن شيخنا العلامة فلان فعل. ده أول مسألة نجيب عندها. فهذا الرجل له قصور في الاستدلال بالأدلة من الكتاب والسنة ولا يفهم ذلك. لذلك كل المحاضرة أو الكلمة الباطلة التي ألقاها لأتباعه خلت من آية وخلت من حديث، موجودة عند شيخ أبو بكر مفرغة كلها كتابة، وموجودة صوت، مش موجودة عندك؟ أنا برضو موجودة عندك. لا آية لا حديث. ليه؟ لأن هذا الرجل لا يعلم في حقيقة الأمر الاستدلال. ليه قلت في حقيقة الأمر؟ لأنه قد يقول لك: هاي كتاب والسنة الأدلة، كيف تقول إحنا ما بنعلم الاستدلال؟ بتعلم الكتاب والسنة أي، وين الاستدلال بتاعك؟ الدليل وين؟ هذا خطأ كبير. تقول هذا ليس بواجب لأنه شيخ فلان ما فعل، ده خطأ كبير. ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله. الصحابة كانوا عارفين الأدلة كيف. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. لأنه يعلم من أين يؤخذ الدليل، من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هل يلزم إنه الإنسان ليوصف بأنه يرد على أهل البدع ويرد على المنكرات وينكر المنكرات؟ لأن الرد على أهل البدع من جملة الأمر المعروف والنهي عن شنو؟ المنكر كما قال علماؤنا. هل يلزم إنه يكون عنده كتاب مصنف؟ يا أخي يقول ما عنده أي كتاب ذاته الشيخ العثيمين ده رحمه الله خالص، بيعمل محاضرات برد. هل ربنا قال لابد من كتاب والرد لا يكون إلا في كتاب وبحبر وطباعة؟ ده سؤال ذاته. وعنده الشيخ العثيمين ردود لا تحصى ولا تعد، ومن أراد ذلك فليراجع مجموع فتاوى رسائل الشيخ العثيمين 28 مجلد، ولعلها زادت الآن، جابوا زيادة فتاوى له ورسائل له. وده ما يحتاج لكثير كلام وكثير إثبات أصلا. ثم الكتب التي يشرحها علماؤنا كشف الشبهات، ده شرح الشيخ العثيمين ولا ما شرح؟ مش شرحناه هنا بشرح الشيخ العثيمين وشيخ الفوزان وكذا. أهذا كيف؟ ده ما كان ردود؟ كشف الشبهات في التوحيد ده كله ردود على الصوفية، كله جد. وشرح الشيخ العثيمين كله ما خلى فيه ولا كلمة. ما رأيك يا أبا عمران لو فرضنا جدلا إنه الشيخ العثيمين، وهذا لم يفعله، لكن لو فرضنا إنه قال ما برد ذاته والرد ذاته حرام على أهل البدع، وقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إن شاء الله قال كده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره،
بيدي، فإن لم يستطع فبلساني، فإن لم يستطع فبقلبي. الحديث نأخذ كلامه، كلام ربنا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة يقول رحمه الله: إذا وجدتم قولي يخالف الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأسئلة التي قدمت كذب، إنه هذا الرجل يعني يرد على الصوفية وألف مؤلفات في الرد على الصوفية وكتب كتيبات في الرد على الشرك والتوحيد وإلى آخره. وينه؟ وين؟ أصلا لو كانوا منصفين كان يجيبوا كلامه، أن إحنا ردينا عليهم، إحنا ردينا على كلام باطل. يقول لك لا، هذا الرجل من الدعاة السلفيين. ده السؤال من البداية، الذين ما عارف شغال طبيب ومع ما عارف طبيب اشتغلوا بالطب والمستشفيات، إلا أنه يرد على القبوريين والصوفية. فخرج عليه مجموعة من الشباب، خرج عليه خلاص يا حاكم غطر، خرجنا عليك كيف؟ نحن تلاميذك عشان نخرج عليك؟ نحن كنا معاك عشان نخرج عليك؟ فصوروا للشيخ ربيع إنه دي فتنة بس بيناتنا، ونحن خرجنا على هذا الرجل الذي هو أصل في الدعوة، ونحن خرجنا عليه في هذه البلاد. وكان كل الأسئلة فيها طلب ضمني من هؤلاء الشباب للشيخ ربيع إنه يزكي الرجل له. هذا الرجل رغم انشغاله بالمستشفى لكن شغال توحيد، وعنده حلقة في السوق، وشغال بكتب الأصول الثلاثة كشف الشبهات، ويرد من خلاله على الصوفية والقبورية والحلبية إلى آخره. المسألة الثانية، هذا الشاب شغال كده كده لكن هؤلاء الشباب فهل يحذر منه بهذه المسألة؟ المسألة الثالثة، هذا الشاب الداعية يدعو إلى الله. والمسألة الرابعة، هذا الشاب الداعية طلب إنه زكي لنا، لكن ده إن شاء الله ما بيفوت على شيخ ربيع، لا زكاه ولا زمانه. قال أوصي الجميع بأنه يلتفوا وبالرفق واللين ويأتلفوا بالكتاب والسنة من أجل السلف والسب. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني إذا جاب مفسدة كما هو مفهوم الآية ما تسب. لكن كما قرر إمام البغوي في كتاب معالم التنزيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سب آلهة المشركين، دعاهم إلى الله في البداية توحيد ما كان في مشكلة، فلما سب ده نقاله البغوي برضه في معالم التنزيل في التفسير بتاعه، فلما عاب آلهتهم وسبه بعد ذلك بارزوه العداء. ونفس الكلام ده نقله الإمام محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة، ونفس الكلام ده ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد، ونقلوا أئمة وعلماء كتار، ونقلوا الشيخ ربيع بالمناسبة في رده على أحد المميعين كهذا المميع المدعو أبي عمران ومن تبعه جميعا. أنا بشملهم كلهم ليه؟ لأنه الشيخ العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد لما شرح الباب وهم يكفرون بالرحمن قال: وبالتأكيد لم يكفر ويجحد جميع المشركين اسم الرحمن، ما كلهم، قال بعضهم، قال: ولكن عمم الله الحكم عليهم جميعا، لأن الذي يرضى ويسكت بقول القائل منهم أو من أحدهم فإن الحكم يشمله. شكله ربنا قال: وهم يكفرون بالرحمن، مع أنه ما كلهم، ما كانوا مشركين كلهم، فأنا بعممهم كلهم لأنه ساكتين على هذا الباطل ومش كذب. أسئلة كلها كذب، سؤال واحد صحيح ما في. الشيخ ربيع بيرد على أحد المميعين إنه ما يسب أهل البدع وأهل الشرك، قال له: ما قولك زي ذلك، ما قولك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لأعطيته إياه. قال لي: ما قولك في هذا الحديث؟ أها، الرسول سباهم ولا ما سباهم؟ المشركين الزمان. والشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: مشركو اليوم أغلظ شركا من المشركين الأوائل، ولا ما أغلظ؟ من الزمان، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الليلة في حالة الشدة والمصيبة والخضب
بينادوا غير الله. شر ولا ما شر من المشركين الأوائل؟ ألم يقل البرعي إن ناب خضب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. الخضب يعني المصيبة، قال في حالة الشدة تنادي غير الله. والمشركين الأوائل في حالة الشدة دعوا الله مخلصين له الدين. المشركين الأوائل ما في واحد قال أنا الله، ناس أبو جهل وأبو لهب ناس قريش أعني. الليلة شيخ القادري في المآثر والأوراد القادرية قال أنا الشاكر المشكور شكرا لذاكري. محمد سعيد القادري قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. الحلاج في كتاب التواصيل في الدار السوداني للكتب الطابق الثاني قسم اللغة العربية يقول كفرت بدين الله والكفر واجب علي وهو عند المسلمين حرام. محي الدين ابن عربي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في الكنيسة. الحلاج يقول ما في الجبة أحد إلا الله، ويشير إلى نفسه وإلى جبته. المشركين الأوائل قالوا هذا كلام الصوفية الليلة. فالشيخ ربيع يقول لي ماذا تقول في هذا الحديث؟ الرسول قال وكلمني في هؤلاء النتنى، المطعم بن عدي لو كان حيا، وكلمني في هؤلاء النتنى لأعطيت إياهم. أهل نتنى دي يعني شنو؟ جمع نتن، نتن ونتن ده شنو؟ عفن. هي ذات ولا ما هي؟ يا ها. أما يكذب على شيخ ربيع يقول ده ديدان طوالي، وقالوا لابد يكون في كل حالة السب والشد، حتى أثر ذلك قال على الدعوة السلفية. ده كذب ولا ما كذب؟ أسألكم بالله الآن أخواننا دير شغالين في الحلقات، خلاص أخونا شيخ أبو بكر وشيخ شهاب وأبشوك وغيره من لم نذكر، وده قالوا شغال درس المدعو أبا عمران، يا تدعوا الليلة الناس اللي قاعد يستجيبوا لها، يا تدعوا. وأين هو أبو عمران ذات؟ وأين هو؟ وهل هو معروف عند الصوفية ويردون عليه لأنه يعاديهم كما كان رسول الله يعادي ويسب المشركين؟ وكلمني في هؤلاء النتنة. طيب ده الشيخ ربيع كتاب عون الباري، قاعد نشرح ذات بيان ما تضمنه شرح السنة للإمام البربهاري الصفحة 96، مش لو كتاب ده؟ قال شنو؟ قال من جملة ما جحد به فرعون وكذب به موسى إنكاروا أن الله بالسماء فيموه ويستخف عقول قومه ويقول أنا سأكذب لكم موسى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. إله موسى هو إلهك وإله الخلق، ده كلام شيخ ربيع، أجمعين يا عدو الله يا سفيه، هو ده يا عدو الله يا سفيه. الشاهد أن من الأدلة على أن الله في السماء وأن الله في العلو هذه الآية، وأنها من الأدلة على أن هذه عقيدة الأنبياء ومنهم موسى عليه الصلاة والسلام الذي أخبر به فرعون أن ربه في السماء وأراد هذا الخسيس أن يكذبه. فالجهمية وراث فرعون في إنكار علو الله سبحانه وتعالى، ولو دائرة زيدة أكثر من 100 لفظ في كتبه حفظه الله تعالى، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل كلام فوق كل كلام. لكن يا جماعة الكذابين كذابين، لما صوروا له إنه دعوتنا كلها كده، بعد ذاك الشيخ ربيع قال شنو؟ قالوا وصيهم أن لا يسبوا، وذكر لهم الآية التي تنهى عن السب إذا وجدت شنو؟ مفسد. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. عشان كده الإمام البغوي قال سبهم يجوز، ولكن إذا ترتبت عليه مفسدة كما في الآية، يشرح في الآية ذات كما في الآية أنهم يسبون الله عز وجل، فهنا يترك سبه. وذكر الأدلة على الجواز، إن النبي صلى الله عليه وسلم آثار كثيرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيب آلهتهم
ويسب وينتقص آلهة المشركين. لكن مع ذا الحمد لله الفتوى كان من الشيخ لم تخدم غرضهم هم. ما زكى لهم الزول اصلا ولا جاب ريحته ذاته. قالوا وصل الجميع بان يتالف ويدعو الى الله عز وجل بالحكمه والموعظه الحسنه وبالرفق واللين الى اخر ما قالوا. كلامه كله حق وصحيح ونحن قبلناه لانه حق على الادله. فالانسان ما يكون صاحب هوى، لانه ربنا قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والحمد لله الدعوه ماضيه لا تتاثر والله، والقطر ده ماشي براهم. في ناس بيتلموا، نحن حصل فتحنا الباب في واحد براه بيكسر راسه القزاز كوش وبيقع على ناس ولا شنو يعني، قدر ما نجره يقع. خليه او ذاك اللي اسمه مين خليفه ذاك وينه اصلا؟ اين هو؟ واين دعوته؟ انا بسال وينه؟ مش خرج وجات وحملته الاحقاد والبغضاء؟ كان بيقول لي ليه اي حلقه ابو بكر وشهاب؟ نحن وين؟ هو بيقول كده، حملته الاحقاد والاباطيل والحسد الى ان ذهب. قال النبي عليه الصلاه والسلام اياكم والحسد او اياكم والبغضاء، وحذر النبي عليه الصلاه والسلام من الحسد ومن البغض، وانه ياكل الدين في قلب العبد كما تاكل النار الحطب او العشب. تتمنى لاخوك الخير، ما له خليه يتكلم. الإمام الثوري قال وددت لو أن الناس استقاموا على عبادة ربهم وأن جسمي قرض بالمقاريب. السلف ما كان داري صوم أصلا، قال بس أنا داري النازل يعبد ربنا تمام، أنا ما مهم أسهر، إن شاء الله يقطعوني يقردوني بالمقاريب. السلف كان كده. لكن الإنسان بدافع حبه للظهور يكذب ويحقد على إخوانه ويشمت فينا الأعداء من الحزبيين وأنصار السنة والسجمانين والرمدانين ليظهر هو. الإمام مالك لما صنف الموطأ صنف عدة من الناس موطئات، فناداه الخليفة وكان مقربا إليه آنذاك وأخبره بأنه سيحرق جميع الموطئات ويترك موطأ الإمام مالك، فقال له كلمة لو وعاها هؤلاء البشر ووعيناها نحن لانصلحت أحوالنا. قال ما كان لله خالصا فهو الباقي. والله ما تفلح. يتكذب للعلماء واو أو دي كل مرة بيكشاكوش زي ده كل مرة. ما هو ذاك نزار مين ذاك؟ كل مرة جاري جايب ورق لقد زكاني فلان هذه التزكية وما في خالص ولا توحيد ولا غيره. نحن كنا بنقول ما بدو للتوحيد ولا التوحيد ولا غيره. وينه؟ وين؟ أين هو؟ أين هو؟ أبحث عن فضولي. أين هو؟ وين؟ محل وين؟ دروسه دعوته إلى الله وين؟ عنده ورق زكاني فلان نرد عليه في باطل قالوا لا زكاني فلان برضه وزكاني فلان برضه. والله هذا من أبطل الباطل والله الذي لا إله إلا هو. لأنه ربنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. 200 الناس اللي يفهموا الكلام ده 200. إنه دعوة دار إخلاص لو لم يعرفك أحد من العلماء ولم يسمع بك أحد من الفقهاء، لم يسمع باسمك ولم يعلم حالك ولم يرى مكانك، ولكن الله يراك وأنت تدعو إلى الله بإخلاص نية. كان ذا شنو؟ ألم يقل ربنا عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. رجل ما زكوا يزول زكوا الله من السماء. الرسل دي لا ما كانوا يعرفوا ولا زكوا الوقت ذاك، إلى أن جاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قال أنت آمنت؟ قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ابن عباس قال هذا الرجل وعظ قومه حيا وميتا وقد رفع الله ذكره في القرآن يتلى إلى يوم القيامة. أزكبنه؟ أزكبنه عنده ورقة؟ عنده ورقة؟ يا اخي الناس يلحقوا يفهموا انه الدعوه دي تحتاج الى اخلاص ومتابعه لرسول الله. ما في حاجه
لكن تهتم كل يوم جاري سألنا فلان وزكونا وقالوا انتوا كويسين، قالوا انتوا كويسين. الصحابة بعضهم زكوا واحد في غزوة أحد، والحديث البخاري نوديه وين؟ قالوا ما أجزى أحد اليوم مثل ما أجزى فلان، ما ترك شاذة ولا فاذة من جيش المشركين إلا ضربها بسيفه، حتى قال الصحابة ما أجزى أحد اليوم مثل ما أجزى فلان. الصحابة زكوا ما زلتان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. رواية في البخاري، لفظ ثابت في البخاري. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة قال الراوي فكان بعض القوم فكاد بعض القوم أن يرتاب. ما ارتاب لكن قال كاد، لأنه شافوه بقتل المشركين قتل عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه من أهل النار. قال فتبعته فأثقل بالجراح فوضع نصل السيف على الأرض وذبابه بين ثدييه فتحامل ونحر نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. قاتل المئة نفس، قاتل المئة نفس. ظاهر العمل ده عمل من أعمال أهل النار، لأن ربنا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وده قتل مئة نفس. ظاهر العمل عمل أهل النار، ولكن غفر الله له لما علم من صدق نيته وإخلاص سريرته لله وأدخله الله الجنة رغم أنه قتل مئة نفس. فما تهتم بالتزكيات، إياك زكوا خير وبركة، تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن ما تمشي تفتشها وكل مرة مطلع ورقة صفراء بيضاء حمراء ورافع موقع راية السلف، تزكيات العلماء لفضيلة الشيخ بتاع إلى آخره، هذا من أبطال الباطل. اشتغل دعوة إلى التوحيد، الله الله يعلمك براو. إن شاء الله ما في زول يعرفنا أبدا ليوم القيامة، لكن ربنا يعرف، ربنا يعرف. هذه نصيحتي لنفسي ولإخواني ولهؤلاء الشباب، و